قبل دخول المدارس بأيام، أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بمنع دور النشر من طبع الكتب الخارجية حتى تحصل الوزارة على القيم المالية للتراخيص التي قررتها الوزارة ورفضها أصحاب دور النشر والمطابع. كما أدى اختفاء الكتب الخارجية من المكتبات إلى ازدحام شديد بالفجالة التي أصبحت تباع فيها الكتب الخارجية في السوق السوداء، ومع ذلك يقبل عليها أولياء الأمور. ينفع الكلام ده؟ احنا متبهدلين وسايبين شغلنا وسايبين بيوتنا واقفين نتبهدل في الشارع كده علشان ناخد كتاب نتعلم منه؟ احنا بنشتري مخدرات ولا بنشتري كتب؟ علشان ايه والمصلحة مين؟ حط قرار حلو قوي قوي، عايز يوفر فلوس للتعليم، قرار كويس، وسيادة الوزير شغال كويس قوي، 10/10 شغال 10/10، بس يحط بدائل للناس اللي واقفة دي وبتتبهدل. الكتب بتاع سلاح التلميذ أنا لافف عليها بقالي ساعة ومش لاقيها، وكل شوية ألف هنا وهنا وهنا لغاية لما زهقت. وزيرك منه قايل 3000 جنيه للكتاب، طبع الكتاب ما حدش طبعا بيطبع، وهيتباع في السوق السوداء والناس هتطبع كده كده، والوزير يعني هيقف على كل مطبعه؟ هتضطر المكاتب تغلي، فاللي هيدفع الثمن ولي الامر. احنا كنا في المكتبه جنب البيت بنتصل، الكتب نزلت ايوه بننزل نجيبها. كانت قبل كده بتبقى في الوقت ده كان بتبقى كل الكتب الخارجيه موجوده في المكتبات، ومن قبلها بفتره. اولياء الامور متاذيين اكتر ناس من حكايه القرار اللي عمله الوزير التعليم السنه دي. عشان اجيب كتاب واقف بقالي 3 ساعات، ده يرضى مين يعني؟ واسيب شغلي وبتاع واجي عشان اخد كتاب؟ زحمه والكتاب بيتباع عادي جدا وكل شيء، والناس زي ما انت شايفاها بالضرب عليها هيا، فايه لزوم القرار ده؟ لا يحصل. احنا في جلسه ان شاء الله يوم 23/9 بوقف القرار ده، وباذن الله املنا في ربنا كتير وفي القضاء، وحاليا بتتباع في السوق السوداء تقريبا النهارده كتاب بتاع في ثمنه. الاقتراح اللي احنا قدمناه اللي كل ناشر يدفع 2.5 من حجم مبيعاته بموجب الاقرار الضريبي اللي هو بيقدمه كل سنه لمصلحه الضرائب. الحقيقة الوزارة رفضت رفض تام، ومصرة على ان لابد ان الناشرين هم عددهم حوالي 40 ناشر يسددوا 250 مليون جنيه عن العام الدراسي الواحد. طبعا هذا رقم مبالغ فيه جدا. احنا الحقيقة اللي بنطالب بيه ان، وده طلبناه برضو من الوزارة، ان يكون في عملية وقت لتوفيق الاوضاع، بمعنى ان يمنح الناشرين، وانا طلبت من السيد الوزير انه يديهم فرصه يقول لهم من الترم الاولاني من الترم الثاني احنا هناخد منكم هذه المبالغ. في الحاله دي كل ناشر هو حر يكمل في هذا الطريق او يبتعد عن هذا النشاط. ولحين الوصول لحل يظل الطالب وولي الامر هم اكثر المتضررين من هذا القرار.